حيوان شيطاني بعيون صفراء كبيرة ومخيفة، يمتلك آذانا كبيرة شبيهة بآذان الخفاش، يمكنها رصد أدنى ضجيج تحدثه الحشرات المختبئة تحت لحاء الأشجار، ويتميز بأصابع منجلية الشكل يستخدمها للنقر على ساق الشجرة، فيحدد مكان الديدان وهي غذاؤه الرئيس، ثم يحفر بأصبعه ويخرجها من داخل جذع الشجرة. والآي آي حيوان ليلي بامتياز، اكتشف عام 1780 بجزيرة مدغشقر وهي موطنه الوحيد. يبلغ وزنه حوالي 2.5 كيلوغرام، ويلقب بالشيطان أو بسفير النوايا الشريرة.